يعني سوف أعطي فكرة على المشكل قبل ما نبدأ في إصلاح المشكل. هذه الصورة يعني بعد قمت بإصلاح المشكل وقمت بتصويره لكي أشرح لكم، قمت بتغيير هذه المقاومة، يعني مكتوب عليها ثلاثة على ما أظن، ثلاثة أمبير مكتوبة هنا، ولم أجد يعني ثلاثة مكتوب، لم أجد مقاومة مكتوب عليها ثلاثة، ولهذا وضعت هذه المقاومة، مقاومة مكتوب عليها صفر. يعني أقوم بالقياس هنا في هذه الجهة، هنا يوجد فيه سهم، هنا في هذه الجهة توجد 12 فولت، ولكن في هذه الجهة لا تخرج 12 فولت. ووجدت يعني قمت بقياس هذه المقاومة، لا يوجد فيها الجرس يعني تالفة، ولكن المقاومة لا تتلف حتى يوجد مشكل. ولهذا قمت بقياس هذا الديود، وجدت فيه الشورت، وقمت بقياس هذا المكتف أيضا وجدت فيه الشورت. سوف أترككم مع الموضوع إن شاء الله. دائما شروحاتنا مع بي سي بي واي، سوف نقوم بالشرح المتقدم بي سي بي جديد هنا من خلال لوحات الثقب، هنا المدفون الأعمى أشدي، هنا نختار الفئة جوج أو ثلاثة، هنا معيار السيارات، معيار العميل، يعني هنا نختار اللوحة التي نريدها، لوحة قطع يعني مفردة، هنا يعني عدد الذي نريده، هنا الطول والعرض، هنا نختار عدد القطع التي نريدها، هنا السمك، سمك البوردة والعرض، هنا حجم الحفرة دقيقة، يعني هنا نختار اللون الخاص بالبوردة، أخضر أو أحمر أو أزرق، يعني أي لون نريده. هنا النحاس النهائي، يعني نختار أي أوقية من النحاس التي نريدها على حسب السمك، ونضع جميع المعلومات التي نريدها ونضغط على أحسب. هذا كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبائي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. لدينا التلفزيون فيزيون، يعني تشتغل وتوجد الإضاءة ولكن البيانات لا توجد كما تلاحظون. سوف أقوم بتشغيلها. لمبة أحمر شغالة، ويوجد الصوت ولكن البيانات لا توجد كما تلاحظون، يعني توجد إضاءة الخلفية يعني شغالة، ويوجد الصوت أيضا. تنتبه هواية من اللي يريدون يأذوني، ومرة ثانية ما تخلي أحد يستغلها. ليش نومتني بالسجن كل هاي المدة؟ في الريسبتور يعني ولا لأن الصوت حبيبي موجود ولكن ها؟ ليكون عبالة هاني أبو الولد. الإضاءة لا توجد. شوف هو لأن يعني الإضاءة موجودة كما تلاحظون، يعني لدينا المشكل في البيانات الخاصة بالشاشة، لا توجد ولكن الإضاءة توجد. سوف أقوم بفتح التلفاز ونرجع إن شاء الله. الآن تم فتح التلفاز، سوف نقوم ببعض القياسات ونرى، ممكن أن يكون المشكل من هذه المسطرة، هي خاصة بالشاشة لأن البيانات يعني لا توجد. سوف نقوم بقياس بعض القياسات ونرى إن شاء الله. سوف أقوم بتوصيلها بالكهرباء. لمبة أحمر شغالة، سوف نرى هل يوجد يعني الفولت الخاص بتغطية الشاشة. يعني يوجد هنا مقاومة مكتوب عليها ثلاثة،
في هذه الجهة يعني يوجد فيها 12 فولت الخاصة بالشاشة كما تلاحظون، ولكن في هذه الجهة لا تخرج شيء. يعني للإشارة هذه الشاشة تتغذى ب 12 فولت. توجد هنا مقاومة، هي توجد فيها 12 فولت في هذه الجهة كما تلاحظون، ولكن لا توجد في هذه الجهة الأخرى لكي تذهب إلى هذه الديود. يعني على ما أظن هذه المقاومة مكتوب عليها 3 فقط، يعني ربما سوف تكون 3 أوم على ما أظن، يعني سوف يكون فيها الجرس. لهذا يعني التغذية توجد في جهة واحدة ولكن لا تخرج في الجهة الثانية كما تلاحظون، يعني لا يوجد فيها شيء. يعني دائما، يعني أول شيء دائما إذا لا توجد البيانات، يعني دائما أول شيء إذا لا توجد البيانات أن نقوم بمقياس الفولت الخاص بالشاشة. يعني هناك شاشة تشتغل ب 12 فولت وشاشة تشتغل ب 5 فولت، يعني كل شاشة بكم تشتغل. هذه الشاشة تشتغل ب 12 فولت، يعني 12 فولت موجودة في جهة من المقاومة ولا توجد في جهة أخرى، يعني السبب من هذه المقاومة الصغيرة. يلا حيد نخدم حيد. سوف أقوم بقياس المقاومة بخاصية قياس الأم ونرى. يعني لا تعطي شيء، تعطي 4 أصفار. سوف نقوم بقياسها بالديود، خاصية الديود. يعني لا تعطي الصفارة. سوف أقوم بقياس الديود. نعم هذا الديود يوجد فيه يعني الشورت، وهذا المكتف أيضا يوجد فيه الشورت. يعني لدينا المشكل في VCC، يوجد هنا الديود ومكتف يوجد فيه يعني الشورت. يعني هذا الفولت الذي يقوم بتغذية يعني هذه المسطرة الخاصة بالشاشة يعني لا يخرج، يعني يأتي إلى جهة من المقاومة ويتوقف. يعني أول شيء أقوم به هو إقصاء هذه العناصر أولا ونرى هل هي سبب المشكل. يعني إذا ليست هي سبب المشكل سوف نقوم بتتبع المسار ونرى أين هو المشكل. أول شيء أقوم به هو نزع الديود أو المكتف وأقوم بقياسي إن شاء الله. يعني قمت بنزع المكتف هو، يعني سوف أقوم بقياس مكان المكتف ونرى هل سوف يبقى الشورت أم لا. نعم ما زال الشورت،
يعني المكتف على ما أظن لا يوجد فيه مشكل. سوف أقوم بقياس المكتف أيضا. نعم المكتف لا يوجد فيه الجرس. يعني المكتف سالم. سوف أقوم بنزع الديود أيضا. يوجد هنا الديود سوف أقوم بنزعه. الآن تم نزع الديود. سوف أقوم بقياس مكانه هو أيضا. ونرى هل سوف يبقى الشورت أم لا. نعم الآن يعني مكان الديود سالم، لا يوجد الجرس. يعني سبب المشكل هو هاد الديود. وسوف أقوم بقياسه هنا. نعم يوجد فيه الجرس، يعني هو سبب احتراق المقاومة 3 أوم. سوف أغيرها هي أيضا. والديود مكتوب عليه 529 أ، يعني سوف أبحث بشبيه له أو نفس الرقم، أو أقوم بنزعه في نفس المكان في أي يعني صمت بحال هذه، وأقوم بتركيبهم ونرى إن شاء الله. سوف أرجع بعد تركيبهم إن شاء الله لكي لا أطيل في الفيديو. الآن تم يعني تغيير المقاومة والديود وإرجاع المكتف إلى مكانه. سوف أقوم بالتجريب ونرى إن شاء الله، ونقوم بالقياس هل تخرج 12 فولت الآن إلى الديود أم لا. هنا ما دخلت 12 فولت في المقاومة، يعني توجد هنا في المكتف. نعم الآن 12 فولت موجودة في المكتف والديود هنا. سوف نرى الآن الشاشة. بسم الله. نعم الشاشة الآن شغالة كما تلاحظون. يعني سبب المشكل يعني احتراق المقاومة فيوز والديود. هذا كل شيء. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.